طب خليني اجي لك يا شهد، يمكن نفس الكلام، تاهلت ازاي؟ انت ما شاء الله بتلعبي زانه وتتابع، يعني بتلعبي ده كان أول مرة ألعبه. تتابع وخدتي برونزيه، بسم الله ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم في لعبتك الاساسيه الزانه، اتاهلت ازاي بطوله عربيه؟ كان في بطولة جمهورية لعبتها وأخدت فيها مركز أول وبس، واتأهلت منها بطولة فاكره عربية. الارتفاع كان كام؟ أنا 53 53. 53 طب انت في البطوله العربيه حققتي كام؟ 53 برضه. برافو عليك. على فكره انا لسه كنت بقول لعمر واحمد انه في العادي لما بتشارك في بطوله دوليه كبيره زي كده بتجيب رقم اقل شويه من رقمك عشان الرهبه يعني والخضه البطوله، بس كونك تجيبي رقم تحافظي عليه بدا بيه ده حاجه كويسه. طيب مين اللي بعديكي كان؟ واحده من قطر، قطر بس هي تونسيه بس متجنسه مجنسه، قطريه. يعني اغلب القطريين بيكونوا مجنسين. طيب وهو فاكر حقائق كام؟ 43. 10 سنتي ده كتير. طب انت جبتي 53 من محاولك كام؟ التالتة. تالتة، يا خبر ده انت بصي. طب قولي لو تاني عملت فيهم ايه؟ فشلتهم، وهي كانت قبلي. انت قصدتي تفشليهم؟ لا 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 طبعا. لا قصدتي لي فشلتهم. لا ما كانش رد قصدي. فعل كده اكسبريشن، فشل. كنت بتوقعي العارضة. بتوقعي العرض. طيب والتالتة بقى انت داخله بتقولي يا ربنا. طب ايه اللي خلاكي، طب الواحد ما يفشل في الاولى والتانيه؟ طب انت كنت داخله الاولى والتانيه ارتفاع كام؟ هو 53 برضه. طب المفروض بقى التالتة انا داخله قلقان انزل شويه. لا ما هو لا ما ينفعش انزل بقى، ليه؟ هو يرفع يا العب ال يعني يعني في ال... طب دي معلومه حلوه، ان انت لما تخش اول محاوله دي لازم تكون ما تقلش عنها، ما ينفعش يعني تنزل. تاخدها تدريجيا لفوق مش تدريجيا لتحت. اخر محاوله دي بقى كانت بالنسبه لي الصراحه كانت صعبه قوي، كانت اخر محاوله ليا، يعني خلاص يكسب الماتش يخسر. هي كمان يعني كنا هناخد محاوله محاوله عشان احنا كنا متعادلين، فلقيت ان الصراحه ناس كتير قوي واقفه بتشجعني ومنتخبات تانية كتير قوي في المدرجات واقفه بتشجعني، فقلت حرام الناس دي كلها تروح زعلانه، حتى اهلي ما ينفعش الناس دي تروح زعلانه. فخلاص ركزت ثانيتين كده وقلت انا هطلع اعديها، وطلعت الحمد لله عديتها. برافو عليك. طب لما نزلت من الارتفاع ده على على خدت نفس كده اللي هو الحمد لله. نفسك ها؟ قلت الحمد طيب لله. لعبتي انهي الاول، التتابع ولا الزانه؟ لا الزانه، التتابع ده كان اخر يوم خالص. فتح نفسك بقى الذهب، فتحت نفسك. ايوه قالت لك والله لازمكم كلكم لعبوني اي حاجه. ايوه انا جاهزه. طيب ليه اخترتي، ليه اخترتي الالعاب القوى؟ يعني مين اللي وجهك؟ انا كنت اتمرن جمباز الاول، وبعدها كان عندي اختبارات كده في المدرسه، فالكابتن نقى كده كام حد فعمل لهم اختبارات تانية لوحدهم واتقبلت، وبس كنت بتمرن الاول حواجز. بعدها الكابتن بتاع الزانه شافني فقال لي تعالي جربي شوفي اللعبه وكده، فاول ما شفتها حبيتها الصراحه وكملت فيها. يا قلبك يا قلبك، لعبه صعبه يا قلبك.